السلام عليكم، انا من ساكنه صهب القايد. بغينا نستافدوا سنين وحنا كنستناو هاد الاستفاده، وفي الاخر نزلوا علينا كالصاعقه. جابونا حتى لوقت المدقاصه، وليداتنا تيقاو، والبلاصه اللي قالوا لنا ندوسيو ليها ما فيها لا مدقاصه لا حمام لا سبيطار لا حتى شي حاجه. بغيتي غير السوق خصك تمشي تضرب عليه جوج طوبيسات عاد تمشي تجيب بطاطا باش توكلها لولادك، ورمله ولا ما لايقاش للسكن. عاش محمد السادس. عاش. وبالنسبه لينا حنا قلنا اليوم حنا بغينا نديو لنا جوج اختيارات، اللي بغى الشقه يمشي ليها واللي بغى البقعه يمشي ليها. قال لك لا ضروري البقعه، حنا ما عندناش اخويا باش نمشيو للبقعه. هاد البقعه هذه خصها فلوس، خصها سنان صحاح، حنا ما لقينا حتى باش نتعشاو. عاد نوضو نشوفوا البقعه، يعطيونا شقيقه ويديروا معنا التسهيلات ونمشيو من غدا نهدموا ويديروا لنا غير وليداتنا فين يقاو، ومن غدا نمشيو نسكنوا في دوك الشقق. ماشي حنايا غنمشيو للبقعه ونمشيو نكئيو، باش غنكئيو؟ كون كان عندي باش نكئي كاع ما نبقى ساكنه انا هنا، ما نبقى ساكنه هنا. ما قادناش على الثمن، بحال دابا البقعه كتسوى ما عرفت شحال من مليون، وهذه كتسوى غير 50 درهم. هذه المترو 50 درهم، مشات حتى ل 500، ما قبلتهاش حتى شي شركه، لا هذه لا عمران ولا الضوحه ولا حتى شي حاجه. جات لهاد المطاهدين هادو اللي هما واكلين شحت مزيان، كعوروهم التماكينات وتخلصي الثمن، واحد النهار تتسقط عليك. وحنا ما عندناش، ولادنا اغلبيه تخلصوا باش يعطوكم بقاش. دابا غادي تبدا بمليون وخمسين الف ريال، جوج وخمسين. مليون وخمسين ومليون وخمسين، لان جوج في بقعه. جوج بقعه، وحنا بغينا كل عائله تاخذ واخا غير 60 مترو العائله وحده، جوج عائلات بقعه وحده. حنا بغينا كل عائله واخا تستافد عيل ب 60 مترو، علاش غايجي جار فوق جار؟ ملكنا واحد محمد السادس، ملكنا واحد محمد السادس، ملكنا واحد محمد السادس، ملكنا واحد ملكنا واحد. السلام عليكم، اسم ديالي يوسف، 24 سنة قاطين في حي ديال صهب القايد. الوالد ديالي كشر من 40 عام وهنايا، يعني ناس 60 عام 70 عام وما ساكنين هنا وشاد ديال الأرض، حتى ولات كتسوى الملاير، وحنا مدابزين معاهم سنين ومنين هادي باش يعطونا في الحي ديالنا، حيت الملك عاطينا هنايا، جلالة الملك عاطينا هنايا، المشروع عاطي لينا هنا السكن في عين المكان. ودابزنا معاهم بزاف المرات وداروا معنا انهم يعطونا جوج بقع وما بغيناش، وبنادم مشى للحبس في طريقه الارض هذه. وعلاش اليوم قال جاو؟ والبارح غير والبارح جاو حصاونا بالليل، جاو حصاونا بالليل على غدلين، قال جابوا بي رواش، قال لك حقه ما حقه، دابا همهمات وتريبو، خذوا الفلوس اللي بغيتو كاين. علاش هما بهاد الصورعه هذه جايين لحي دانيال؟ علاش ما يهبطوش للتحت؟ علاش ما يهبطوش للتحت؟ التحت مناضلين بعيالاتهم برجالاتهم بولادهم بكل شيء لهم. هنا بنادم درويش جاو بغاو يبداو من هنايا، بداو من هنا باش يكملوا بالتحتانيين، حيت الا بداو من هنا غتجيهم ساهله القضيه لتحت. قسم دابا الناس كاملين قسم يتضامنوا، انا شنقول اليوم من دابا، حيت الا ما تضامنوش غيمشيو لهذاك الحي، وهذاك الحي قراوي الحضاره ما فيهش لا بوليس، البوليس ما كاينينش، بنادم راه تيموت تما وما تيسيقوا ليه اخبار. ارض غير صالحه للبناء، ما صلحاتش ليهم هما، عاد بغاو يلوحونا لها حنايا. حنا سيدنا عاطينا هنا وغنبقاو ديما تنقولوا هنا وغنبقاو هنا وغنموتوا هنايا. قال لكم غادي يحولونا، ولكن حنا سنين حنا جنعانيو هنايا، عاد جاو البارح قال لك بغا يحولونا بغا يلوحونا. 50 عام وكشر كاع ملي كان عاد حسن الثاني كاع الله يرحمه ويوسع عليه. حنا اللي بغينا نوصلوا لهم في هذا الشيء هذا، هذو اللي جاو دابا كنا راه عاد سكنوا البارح، قال لك غادي يلوحوك وسط يلوحوك في بوق نادم. لا حنا جينا لا حنا الناس يجيو من العروبيه يجيو للمدينه، حنا من المدينه غيصيفطونا للعروبيه وتزادينا هنا وكبرنا هنا. هذا الشيء راه ما يمكنش، يعني كتجري على ولد الشعب. حنا الشيء راه عاد محمد عاد حسن الثاني داروا لنا في الدوحه، في الاول دارنا في الدوحه ونادوا كرش الحرام، نادوا كرش الحرام ضمصونا فيها. اما حنا المشروع ديالنا هو الدوحه هنا حدانا، وكان يريبوا لنا ويسكنونا تما كاين، ونادوا بقاو النص بالنص بالنص مشى بغى ياكلوا داك كلاونا، ومازال بغى ياكلوا ولادنا، ومازال بغى ياكلوا ما عرفت شنو. راه الشيء راه بزاف، هادشي يديروا معنا شي حل.
you